لدراسة بعد اليوم طلاب هندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات ببغداد يمتنعون عن الدخول للمحاضرات ويعلنون الإضراب إضراب بسبب عدم استيعاب مبنى الكلية لأعداد الطلاب وقلة القاعات الدراسية وصغر المختبرات مع قدم أجهزتها بحسب قولهم إحنا طلاب كلية الهندسة جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جئنا اليوم نعتصم بسبب انه الوزاره ما شافت النحل طلعنا اعتصام ذاك الفتره وهم جت قنوات غطت الحدث بس ما ما لقينا حل نعاني بهاي الكليه انه ابسط الخدمات ما موجوده البنى التحتيه جدا ضعيفه يعني احنا اعدادنا الدفعه دفعه 2020 21 70 طالب يعني من ندخل للقاعة مكان ماكو كذلك المختبرات غير مهيئة وكفو أنه طالب هندسة يدرس بها فنتمنى من الوزير التعليم العالي أنه يلقى حل جذري لهذا الشيء إضراب مفتوح ولا رجوع عنه لحين الاستجابة لمطالبنا هكذا يقول الطلاب بعد تكرار المناشدات الجهات المعنية ولكن دون جدوى فافتقار الكلية لابسط مستلزمات البيئة الجامعية انعكس ايضا على التوقيتات للمناهج العلمية. اضطرينا نوقف يعني نتوقف عن الدراسة ونمشي انه بالمواد بسبب يعني الوضع كلش يعني اصبح بعد مين. ما ما ترهم ابد انه نداوم ونمشي بهذا الوضع. مستمرين بالاعتصام والاضراب ولحد ما يعني نلقي لنا حل. اتصلنا بوزارة التعليم العالي لبيان موقفها. ولكن لم تمنحنا التصريح مع وعدها لنا ويبقى حق الرد مكفولا للجميع من العاصمه بغداد بدر الركابي التغيير